اليوم تم تدشين خامس مصنع ديال مجموعة جي ام دي في المغرب. هذه المجموعة اللي جات للمغرب في 2011 وبدات كتطور البصمة ديالها في المنظومة الصناعية ديال بلادنا. اليوم هذا المصنع هو أحسن مصنع ديال المجموعة في العالم، هو مصنع يعتمد على تقنيات صناعة 4.0 وعنده كفاءات عليا. هذا المصنع أيضا هو أول مصنع اللي كيصوب واللي غيصوب البنية التحتية الكاملة أو البنية الكاملة ديال السيارة في المغرب، هي سيارة كهربائية للبنية ديالها كلها غتصنع في هذا المصنع إن شاء الله. هذا تطور كبير بالنسبة للقيمة المضافة ديال بلادنا. هذا المصنع الثاني كيشغل 280 كفاءة مغربية وباستثمار يفوق 270 مليون درهم. L'objectif aujourd'hui s'inscrit dans une forte croissance de notre activité. Nous étions installés en 2011 à la TFZ et en 2018, nous avons gagné plusieurs marchés, notamment sur la nouvelle Sandero et le nouveau Docker pour Renault et pour Stellantis, la C4, ce qui nous a amené à construire ce site de 30 000 m², un investissement de 21 millions d'euros pour ce site et un peu plus de 30 millions d'euros pour les moyens capacitaires.